مع الأسف هذه الطبقة السياسية اعتبرت هذا المشهد هو غنيمة وعملية اقتناص فرص، وهي تناست المشهد المعقد الآن والاتجاه الدولي، وأيضا بنفس الوقت الظروف التي أحاطت في هذه القضية للوصول إلى هذا الموضوع. لذلك أنا أعتقد هم يفترض أن تكون لديهم الرشد والحكمة في عملية إدارة هذه الملفات، وخاصة عملية الاستحواذ على المناصب. وأيضا بنفس الوقت هناك إشارات واضحة، حتى لقاء السيد السوداني بالسفيرة الأمريكية أشارت إلى نقطة مهمة، أنه السيد مقتدى لا زال هو رقم مهم في المعادلة السياسية ولا يمكن تجاهله، إضافة إلى بلاس خارسي إحاطتها في مجلس الأمن وأيضا في لقائها. لذلك أنا أعتقد السيد الصدر هو ليس بعيدا عن المشهد، هو موجود الآن لأنه يمتلك الشارع، يمتلك الشارع وعملية الاحتجاجات الآن والترقب، وهذا الهدوء النسبي اللي تمر به العملية السياسية هي عملية مراقبة لأداء السيد السوداني. هناك اعتراضات على بعض اختيارات الوزارات واختيار بعض الوزراء، ولكن أيضا بنفس الوقت الآن وصلنا إلى عنق الزجاج وإلى الموضوع الخطر جدا هي القيادات الأمنية وخاصة القيادات الأمنية الحساسة. لذلك هو التيار الصدري عنده توجس وخوف أنه ستكون هناك إقصاء أو هناك أيضا اقتناص للفرص بشكل غير مشروع. لذلك الآن العالم يترقب، الإشارات الدولية جاءت، وأيضا بنفس الوقت الداخل من المحتجين طيب. والشعب، وأيضا من نفس الوقت من الطرف المهم في العملية السياسية الآن اللي هو يراقب طيب. دكتور... أداء السيد السوداني.